أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على غسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30 من شهر يونيو من العام 2005 وما قبل. ودعت المؤسسة في بيان لها المواطنين أصحاب الطلبات والراغبين في التخصيص على المشروع إلى التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي ابتداء من يوم الأحد المقبل. وقالت المؤسسة أنه بإمكان المعنيين من أصحاب الطلبات الإسكانية أيضا زيارة الأفرع الخارجية للمؤسسة خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، أو مراجعة المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4:00 مساء حتى 7:00 مساء.